بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يا مساء الورد، كيفكم؟ إن شاء الله طيبين ومروقين والدنيا حلوة عليكم. اليوم جيتكم بفيديو جديد، روتين خفيف، روتيناتنا العادية اللي كل أم بتعمل كل صباح أو كل يوم. حبيت أشارككم كمان وصفة حلوة، يعني حبيت أغير من طريقة المحشي حقنا نحن السودانيين. حبيت أعمل محشي بالطريقة تقريبا السوريين بيعملوها، بالطريقة دي الشوام تقريبا، عامة تقريبا، يعني ما متأكدة. المهم زي ما انتم شايفين الجو الصباح كان فظيع فظيع، كان يعني انتم متخيلين دا كله كان برد، يعني بيقول على شنو الضباب دا كله كان برد. بعد ما خلصنا طلعت الأولاد المدارس، قعدت روقت شوية زي ما انتم شايفين. كان مشيت اللولو اللي هو في مدينة زايد، اشتريت خضار وجيت، لأن الخضار دائما في مدينة زايد بيكون يعني فريش وحلو. المهم قعدت كده مع نفسي، قلت خلاص قوم يا دلال بطل الكسل، انزل فيديو للبنات تونس معاهم وحفزهم كمان شوية، لأنه الجو البارد دائما بيعمل ترخيمة. أنا صحيت الصباح ده كان يمكن لسه الناس نايمين، يعني ناس البيت كانوا نايمين لسه، الباقيين الكبار الأولاد الصغار كانوا خلاص طلعوا للمدرسة. وهنا مشيت دايما بعد ما يطلعوا كده بيكون في يعني باقي بواقي وكده في المطبخ، مشيت ألمهم. لقيت هنا في بطيخ، تخيلوا أمس عملت شنو. أمس جيت متأخرة، من كنت عندي مواعيد جيت متأخرة، خدت قطعت بطيخ قلت لحد ما يتغدوا أو يتعشوا، كان هو أيوة اسمه يبرد شوية، أخدته في الفريزر. سبحان الله دخلت في الفريزر ونسيته أصلا، يعني الصباح جيت اتذكرته. الصباح دايما بشيك على الثلاجة، بشيك على الفريزر وكذا، فلقيته قاعد في الفريزر، طلعته تاني ما نافع. المهم طلعت سمان بديل الحمام، اتكلمت عليكم كتير عن السمان لو تتذكروا، وكنت مطلعة دجاج ده للصباح، قلت أشوف هطلع سمان وأشوف هطلع الدجاج، هشوف بعدين أنا حبقى على شنو. فبقيت على السمان، اليوم كان السمان، لكن أمس عملت المحاشي، فشاركتكم وصفة المحاشي في الفيديو. السمان إن شاء الله هنزل لكم مع فيديو بكرة بإذن الواحد الأحد، بس يعني قبل ما الدنيا تجوط وأبدأ شغل مطبخ دايما بحب إنه أفضي الحوض وأشوف المصافي دي لو فيها حاجة برضو أنظفه. حتى بعد ده بكون خلاص عرفت حعمل شنو، بخليه شوية جوا الموية، كان دجاج أو لحم أو أي شيء. بعد ده بتي جايبة لي نعناع وأخيرا رجعت أشرب شاي، مما حملت ما قاعد أشرب لا شاي حليب لا شاي سادة، هسي حاليا شوية شوية بقيت أشرب شاي سادة. فهي لما طلعت كان عندهم رحلة في مزرعة تبع المدرسة، جابت لي نعناع عشان أنا بحب النعناع. الله يدي العافية نور دي الكبيرة. المهم شربت الشاي فقلت يا دلال نشوف بركة الصباح هيحصل شنو. المهم انتوا كمان اكتبوا في الكومنتات بقيتوا تصحصحوا ولا لسه بتنوموا ولا الحاصل عليكم شنو. انا بس حبيت اشارككم روتيننا العادي اللي اي ام المفروض تعمل يوميا، او تقريبا نقول 80% من الامهات بيعملوها يوميا. الروتين اللي انا بعمله يمكن 80% و20% يمكن لا ليه لا او ما بعرف شنو، ايوه لا يعني تقريبا. انا عن نفسي ده الروتين اليومي اللي بعمله دايما كل يوم. طلعت الاولاد عرفت هعمل شنو سرعه سرعه، زي ما انتم شايفين بحب الاجواء زي دي في البيت، البيت يكون فيه ريحه معطر كده، البيت يكون فيه بخور، بتحس انه كده فيه هدوء حاصل. بعد ما طلعوا الاولاد مشيت لميت الغرفه وقلت ارتب الغرفه دي، انظم ما عليكم من الكرش والحركات، يا ساتر يلا ما علينا. الحاله لسه البدايات، يعني ما اتنمر على نفسي. المهم نظفت غرفة الأولاد، بحاول إنه بأول أول يكون مرتب نظيف، بعدين شوفوا يعني أنا لما أجي أكنس كل يوم ما بكنس القدام وأخلي كل شيء، لأ بحاول إنه أنفض التنفيضة. ليه يا دلال تعذبي روحي كده؟ هو ما عذاب، عشان شنو؟ عشان الوسخ ما يتراكم علي والبيت تحسي به كده خفيف. مع إنه بيت الأطفال، أنا ما بقول لكم بيتي دائما مرتب يعني نظيف ومرتب وكده، لأ يعني أنا اليوم عملت الروتين ده، نظفته وبخرته وكده، مجرد ما هم يجوا من المدرسة وما شاء الله غيروا وعملوا كده حتحسي إنه كده حصل شوية بهدلة، وده الطبيعي. يعني حتى أنا بيتي ما مكركب، لكن بتوسخ عادي زيي وزي أي أم عندها أطفال، ده الطبيعي. يعني ما في داعي إنه نحن نقعد نجلد نفسنا أو نجلد ذاتنا أو نجلد الأطفال بالكلام الكثير. وسخت ورتبت، حتى أنا بتكلم يعني خاصة أنا اللي بضايقني هو أكتر نظافة المطبخ. عندي المشكلة في المطبخ، يعني الأطفال غديناهم خلصناهم ورتبنا أمورهم،
لازم يدخلوا المطبخ يمشوا يعملوا حاجات كده من راسهم ويكركبوا لك الدنيا. فما علينا، ده الطبيعي، ربنا يعيننا ويقوينا ويعظم أجرنا جميعا يا رب العالمين. فبس يعني حبيت أنظف الغرفة وأنظف الممرات مرة، سبحان الله بحس إنه بس خلاص حصل ملل، إنه الممرات برضو عاوز تغيير، عاوز ما بقى لكن ما عارفة يعني بعمل شنو. زي ما عملت الليلة، شلت السجادات بس غيرت مكانهم وخلاص، برضو سبحان الله بتحس انه برضه حصل تغيير. المهم هشارككم الروتين ده زي ما انتم شايفين، نظفت بس الممرات وغرفة الاولاد، وهعمل لكم ان شاء الله يمكن الاسبوع الروتين الجاي يكون في غرفة الاولاد الكبار، ويمكن انظف الصالون كمان شوية عشان في شنو. ايوه دايره رايكم كمان، انا عاوزه خطيت النيه خلاص انه انجد الكراسي اللي في الصالون، كتار جدا في القناه قالوا لي نجدي كراسي الصالون يا دلال، غير اللون الاخضر. فرايكم شنو، عاوزه انجده، ما عارفه هل اغيره للون درجات البيج ما حقدر عليه، لانه مع الاطفال انا ندمانه ساف التراب انه انا نجدت الطقم بتاع غرفه الطعام باللون البيج، وزاته حغيره لانه هلاك مع الاطفال الله يحفظهم. يعني اي واحده عندها اطفال تحاول انه قدر ما تقدر تبعد من الالوان الفاتحه دي. فبس يعني دايره رايكم، رايكم بيهمني شديد. بنات ما شاء الله كتار يعني ذوقهم عالي جدا في الاسم شنو، قاعده يعني قاعده استفيد جدا من رايكم. عندي طقم الجلوس الاخضر دايره انجده، مع انه يعني قلبي ما مطاوعني انه انجده، لكن قررت يعني ليه، عاوز اعمل شويه تغيير قدام رمضان وقدامي ولاده وكده. فبس حابه رايكم، اخذ رايكم، هل درجات البني كيف، انا نويت على انه انا اعمله بدرجات البني، فبرضه رايكم بيفيدني. ان شاء الله. تمام. ايوه في بنات قالوا لي يا دلال نتكلم شويه عن اسم شنو، انه الواحده كيف توفر يعني توفر من القروش، انك انت كيف يعني ما بعرف. المهم يعني ندبر شويه انه نجيب الكماليات. انا طبعا ما عارفه، انا هحكي لكم انا بعمل شنو. انا زمان سبحان الله عندي حاجه كده انه انا ما بحب اقول لزول ديني، حتى لو راجلي ما بحب اشيل من زول، يعني حتى امي ما بحب اقول لها ادوني، يعني ما بحب انه اقول لهم ادوني، فده طبيع فيني. فبس زوجي يعني في زمان في الفترة الاولى، لا يا يوسف في بالله كده كويس اللي قاعد يعمل الولد ده، يلا ما علينا. المهم في الفترة الاولى من الزواج انا ما كنت باخذ منه مصروف، بنطلع بيجيب الحاجات هو، أو بنطلع مع بعض بنجيب الحاجات سوا وخلاص. يعني شفتوا كده الزول اللي هو ما عندها مشكله في انه اكون عندي، لا بس بشيل من شنو، او مثلا عاوزه اشتري كريمات، عاوزه امشي السوق، اسم شنو بقولها محمد، اسم شنو، انا عاوزه فلوس، عاوزه اشتري كريمات، طالبه حاجات بديني، يلا في شويه شويه بحس انه خلاص لا انا لازم يكون. لما تجيبي ولدين ولد ثلاثه تحسي انه كده لا انت بقي عليكي مسؤوليات، لازم يكون معاكي مصاريف في يدك. بقينا شنو، انا عن نفسي بقول له بديني شهريا، يعني بديني المصروف شهري، باخد بالشهر. وفي حاجات كتيرة في البيت هو بيوفره، يعني الحاجات الأساسية هو بيوفره. هل يا دلال بتقدر توفري تشتري ليكي ذهب من المصاريف اللي هو بديكي، أو بتقدر تعملي بيه مثلا بتخشي بيه صناديق أو كده؟ ممكن أخش صندوق صغير، ما بقدر أخش بيه صناديق كبيرة، لأنه أنت عندك أطفال صعب جدا أنك أنت توفري، صعب خالص انك انت توفري المبلغ اللي هو اسمه شنو، انك انت تعملي به ذهب او تدخلي صندوق بمبلغ كبير، ده شويه صعب، الا اذا انت مثلا دايره تقحطيها على نفسك على اولادك. معلش انا زوله ما بحب، يعني مثلا ما بحب اقحط، يعني مثلا اعمل لهم، لا شو يعني، انا بعمل لهم اي حاجه هم عاوزين حاجه بعملها لهم في البيت، سواء كان من ناحيه الاكل وكده. فده يمكن عاصر علي انه انا ما اقدر اوفر صناديق صغيره بدخل، اما لكن اوفر لدرجه انه انا اعمل ذهب، انا ما الزوله دي ما بقدر اوفر. اوفر عشان اعمل ذهب دي صعبه شديده، وهي شديده وصعبه شديد. لكن شوفوا اللي بوفره بدخل وين، انا بحب انه اجيب اكسسوارات في البيت، بحب انه اغير في البيت، يعني التوفير خلاه لمحمد يعني لزوجي، يوفر بطريقته هو، دائما بتكلم معاه في مواضيع، مثلا بتكلم معاه في مستقبل الاولاد، بنتكلم انه مثلا نعمل ونسوي. يعني زمان ما بنس، يعني زمان لا ما عندنا الخطط دي انه نحن نقعد نخطط مع بعض، لكن بالصبر بالصبر بعدم انك انت تفقدي الامل، سبحان الله بعدم انك انت شفتي عدم فقد الامل والصبر ده سبحان الله بيوصلك لاي شيء انت عاوزاه في الدنيا دي.
فزمان حتى لو انا تكلمت في مواضيع زي دي محمد يعني كان بيطنش، يعني ما كان بيشتغل بالموضوع كتير، كان بيشوف انه ده كل مواضيع كل النسوان، انه نحن نوفر ونعمل ذهب يا محمد، يا محمد نعمل القروش، اهم شيء انه الواحد ياخد القروش ذهب يا محمد، نشتري لنا ما عارفه بيت. هو كان بيشوف انه ده موضوع اي وحده اي مره بتقول الكلام ده، اي مره كده ده خلاص ده فهم الرجال كده انه ده برنامجهم الحريم، ما عندهم كلام غير كده. لكن انا ما فقدت الامل، يعني لما احس انه هو ما موضوع لا ما راكب راسه بخليه، لكن بتكلم معه بطريقه ثانيه، مثلا يعني بدخل له في مواضيع تانية بشوية شوية. بحسيت انه لا بدينا انه نتفاهم يعني بالصبر. ما شنو الطريقة اللي انت استخدمتيها؟ صبرت والله بصبر، لكن بعمل شنو؟ بقول يعني بجيب له مواضيع انه مثلا ما شاء الله تبارك الله الاولاد والمدارس والمسؤولية، انا ما عندي مشكلة، يعني ما عاوز تبني انت على كيفك، يعني حر، ما عاوز تشتري مثلا شقة انت معلش ما مشكلة، لكن اهم شيء الواحد يحافظ على قروشه، يحافظ على قروشه. في ناس استغلاليين جدا في الحياة، بيستغلوك اذا انت عندك، بيستغلوا زوجك اذا هو عنده، وفي ناس اللي هم حناكين اللي بيحنكوا بيقدر يطلعوا منهم، او مثلا انه بفهموهم انه النسوان كده، يعني في ناس بحسسوا رجالكم او رجالنا انه وخلاص انتم مقعدينهم في برا، انتم انه مرتاحين، تاني عاوزين شنو اكتر من كده؟ في ناس انا متاكده في ناس بيقولوا الكلام ده وبيملوا راس الرجال بالطريقه دي، فبالتالي هم بيخطوا المعتقد ده في راسهم، عندهم وعي خاطئ برضو انهم هم بيخطوا الحاجه دي في راسهم. احنا بجد خلاص هم مقعدينكم في بيوت، مقعدينكم في اماكن سمحه، اولادكم ماكلين وشاربين وخاشين في مدارس، ما خلاص وانتوا عاوزين شنو تاني؟ ده الكلام اللي هم بيسمعوا من برد، او عموما، او لو حتى ما في زول بيقول لهم، ده عندهم وعي جمعي خاطئ الرجال في الحته دي، انهم بيفتكروا انه كده المستقبل خلاص. لكن انا بشوف افضل حاجه، افضل شيء انك انت تحتفظي بقروشك او قروش راجلك، اللي هو انك انت مثلا تعملي ذهب. انا بحس انه الذهب يعني انك سواء انت او هو تعملوا سبائك صغيره، مثلا لو ما سبائك خاتم، بعرف ناس كتار كانوا بيخطوا فوق ال 100 200 فوق ال 200 300 فوق ال 300 100 400 500، لما يوصلوا 500 درهم يشتري لهم خاتم صغير، يشتري لهم حلقان صغيره، في جرامات صغيره بتخطيهم لما يجي وقت انك انت تحسي روحك مزنوقه عاوزه مبلغ، او مثلا اهلك محتاجين للحاجه دي، انت بتقدر تفكيه من غير ما يعرف حتى زوجك، او من غير ما يعرف اي انسان في الدنيا تقدر تتصرفي. اما لكن انه انا ابرز اشيل قروش معلش لحد ما الكرومبي اسمه شنو اقول لكم، اشيل قروش وانه تدخل قروشك مثلا اكسسوارات، مثلا اكسسوارات قصدي الناس اللي بيحبوا الميك اب كتير او بيدخلوا قروشهم اغلبهم في الملابس، فده خطا. يعني انا بشوف الافضل انك انت تخشي صناديق صغيره تعملي حاجات بسيطه تحطيها بجنب. يلا ما علينا، نتكلم بالفيديو ده، يعني الكلام الموضوع ده نتكلمه في الفيديو الجاي ان شاء الله اكتر. المهم زي ما انتم شايفين حبيت اعمل المحشي بالطريقة دي شوية بطريقة مختلفة، توب يا دلال من الكرب وما حتوب، قلت اجرب الطريقة اللي قلتوها لي، سلكته بعد ما قطعته سلكته تمام. زي ما انتم شايفين اللحم انا نصه خليته ني، اللحم المفروم، والنص التاني خلي يعني شوية كده اديته تشويحة مع توم تمام. هنا جبت البصل ما فاتحه نار في الحله، لا خطيت البصل شويه من البصل، وخطيت شريحتين من اللحم، شريحتين كده وسط خطيتهم من اللحم. بعدين حنمشي وين؟ حنمشي ننظف ال 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 الخضار اللي حنحشيه، مثلا الكوسه بعد ما نظفته. الحركه دي حلوه شديد، عجبتني انك تجيب الشوكه وتعمل الحركه دي في الكوسه تمام. هنا بجيب الرز المصري باخد فيه طماطم، انا شفت كم واحده بيعملوا بالطريقه دي طماطم، واللحم المفروم هم بيستخدموه هو ني، يعني ما بيشوحوا، لكن انا عملت نص ني والنص الثاني شوحته تمام. بعد خطيت البهارات، جبت البهارات السبعه خطيتهم، اشتريته كان من المحمصه الاوروبيه، حلوه شديد بهاراتهم دي، وخطيت فيه بابريكا، وخطيت بودره ثوم، شويه من الكزبره، وشوية ملح، وكمان حزيد عليه شنو؟ زيت زيتون. زيت زيتون يا جماعة مهم شديد في الأكل، أنا واحدة من الناس اللي ما كانوا بيحبوا ريحته لزيت الزيتون، لكن هسي حاليا خلاص اتأقلمت معاه تمام. بعد جيت خطيت شوية من الشبت، شوية من الكزبرة، شوية من البقدونس، كله شوية نعناع. هنا الخضار الحمد لله أول مرة يمكن أنظف كوسة وما يتكسر الحمد لله. المهم نظفت الخضار، هحشيه بالخلطة اللي عملناها دي. ويلا احنا في السودان بعد الحركة دي، بعد ما نحشي الخضار بنعمل شنو؟ بنحمر الخضار تاني، بنقلبه بندي قلبه في الزيت، وبعدين بنجهز صوص مسبك نسبك به اسمه شنو المحشي، مثلا بطماطم، بناخد الطماطم ومعاه
المهم يعني بنعمل بتز بطريقة تانية. عندنا المحشي السوداني طريقته عاملة في الغنى، فيديو كامل في الغنى. اما لكن الطريقة دي هما بيعملوا شنو، بيجيبوا مويه سخنة، بيحطوا فيه مثلا مرقة ماجي، بيحطوا فيه صلصة، وبحط فيه شنو يعني شوية زيت زيتون وملح وخلاص. أيوة خلاص كده بتقومي بس يعني بيسلقوا الخضار دي كلها، بالخضار دي كله بيسلقوه في المويه دي يعني. تمام، ده اللي قلت لكم، زيت زيتون وصلصة طماطم وملح ومرقة ماجي. بعد ده بترفعيه في النار، لكن يا جماعة الصراحة حلو 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 شديد، أنا عجبني. المصريين تقريبا المحشي عندهم بطريقتنا نحن السودانيين، قريب للطريقة السودانية. إما لكن الشوام يعني دول لا، الفلسطينيين الأردنيين دول لا، ما نفس طريقتنا، شوية بيختلف. لكن أنا حبيت شديد طريقتهم، قاعد أحبه شديد. الكروم هنا والله يعني لسه ما وصلت المرحلة بتاعت الاحتراف، لكن يعني ظبط شوية. أنا زمان كنت بخته بعدين بقطعه، لكن واحدة في فيديو قالت لي لا يا دلال قطعيه، وحتى بعدين دخليه في اسمه شنو ده، في الموية. عملته بطريقتك، هو نص ظبط يعني، والنص التاني لا، عندي مشكلة في اختيار الورق تقريبا أنا. المهم بعد الكروم برضو كنت جايبة ورق عنب، عملت لهم، قلت بما انه هو اصلا محاشي يلا نعمل حفلة بتاعت محاشي. عملنا المحاشي خلصنا وبس خلاص. ده فيديو اليوم، ان شاء الله الفيديو يكون تحفيزي. المرخمة تقوم، واللي محتارة تعمل شنو في الغد تقوم تعمل محاشي بكرة. المطبخ يعني شغله ما صعب، لكن عاوز انك تكوني حابة تتعمل الحاجة أو حابة تتعلم الحاجة دي. كذلك الكروم خديت معاه شوية من البطاطس بفوق، وخديت معاه فلفل عشان ريحة دايما الفلفل الأخضر بدي نكهة للخضار. تمام، وبعد ده خلاص ده كان شكل الاسم شنو، هو لسه ما نزل. وإن شاء الله الموضوع اللي بدينا فيه في الفيديو الليلة بكرة أصلا مجهزة لكم بخور، إن شاء الله بإذن الله هنزل لكم فيديو البخور تقريبا بكرة إذا ربنا سهل، هنزل لكم بكرة. هنا كمان عملت ملوخية، كنت عاملة حمام أصلا أمس، شوربة حمام، وشلت منه الملوخية وشلت منه الحمام وعملت ملوخية. وده كان شكل المحاشي، حلو شديد يا جماعة، بتمنى تجربوها، وبتمنى الفيديو يكون تحفيز وخفيف عليكم، وما أكون تقلت عليكم. وزي ما قلت لكم الموضوع اللي بدينا فيه اليوم إن شاء الله بإذن الله هنطول فيديو بكرة ونتكلم فيه. لحد ما أشوفكم بإذن الواحد الأحد في الفيديوهات الجاية. أبقوا بخير، مع السلامة.